أذهب مباشرة إلى مراسل القاهرة الإخبارية في الخرطوم الزميل محمد إبراهيم. محمد، إذا لم تمر الهدنة الأخيرة هادئة، كيف كانت الساعات الأخيرة من هذه الهدنة؟ نعم أحمد، حتى هذه اللحظات ما تزال الخروقات مستمرة. قبل قليل تحدث إلي شهود عيان من منطقة الصحافة التي تقع جنوب الخرطوم، حيث دارت هناك اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع التي استمرت لأكثر من 20 دقيقة في هذه المنطقة. وكذلك أيضا الجيش يتحدث عن أن هناك خروقات كثيرة منذ الساعات الأولى للهدنة التي أعلنت بين الجانبين، حيث في الساعات الأولى منذ بداية الهدنة كانت هناك أصوات للرصاص في أنحاء مختلفة، وكذلك أيضا هناك تصويب من قبل قناصين تابعين للدعم السريع في عربات أو سيارات الصليب الأحمر، وهذا أيضا يعتبر من الخروقات كما جاء في بيان الجيش. اليوم كانت هناك يعني بعض الاشتباكات في هذه المنطقة وتحديدا جنوب الخرطوم، وكذلك منطقة أبو آدم التي أيضا تقع في جنوب الخرطوم. إذن الخروقات حتى هذه اللحظات ما تزال مستمرة، هناك أصوات متقطعة للرصاص في مواقع مختلفة، وكما يبدو أن هذه هي الأصوات من قبل الدعم السريع أو الارتكازات التي تتواجد فيها الدعم السريع. حتى هذه اللحظات هناك أيضا خروقات وتحركات من جانب الدعم السريع في الأحياء، والجيش سبقا تحدثت في بياناته عن أن وجود الدعم السريع في المنازل والمؤسسات هذا أيضا يعتبر يعني خرق للهدنة المعلنة بين الجانبين، إضافة إلى أن انتشار هذه المجموعات في الشوارع الرئيسية وفي المواقع في الخرطوم أيضا يعد من الخروقات التي ظل يشكي منها الجيش، خصوصا وأنهم ظلوا يحترضون المواطنون الذين يعبرون في الشوارع، وأيضا يقومون بعمليات النهب والسرقات في المنازل، وكذلك استهداف أيضا المركبات للمدنيين، وهذا أيضا أمر أقلق الكثير من المواطنين، خصوصا وأن هناك عمليات نزوح ما تزال مستمرة. أيضا اليوم يعني رصدنا الكثير من عمليات النزوح من الخرطوم إلى الولايات القريبة، وأيضا يمتد أيضا عمليات اللجوء من الخرطوم إلى العواصم أو الدول المجاورة، وتحديدا دولة تشاد التي ينزح إليها أو يلجأ إليها الكثير من النازحين في منطقة الجنينة التي تعيش ظروف إنسانية صعبة بسبب المواجهات بين الجيش والدعم السريع. نقابة الأطباء تحدثت عن أن هناك يعني شبه انهيار تام في القطاع الصحي، وكذلك بحسب شهود عيان تحدثوا إلينا عن أن انقطاع لشبكة الإنترنت وكذلك انقطاع للكهرباء والحياة متوقفة تماما. عملية اللجوء ما تزال مستمرة في هذه في هذا السياق. محمد، يعني كما يقول برنامج الإغذية العالمية، هناك 14 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية تعاني نقصا كبيرا في الغذاء، هناك نحو 6 ملايين مواطن سوداني يحتاجون الآن إلى تدخل فوري وعاجل لإنقاذهم من خطر الموت، فبالتالي هذه الهدنة كغيرها كسابقاتها لم تنجح في إنشاء ممرات إنسانية آمنة. وفي واقع الأمر إذا ما قارنا هذه الهدنة مع الهدن السابقة لربما تكون هي الأفضل، خصوصا وأن عملية الاشتباكات والخروقات تتمركز في مواقع مختلفة وفي مناطق عمليات منذ اندلعت الحرب كانت قد شهدت هذه المناطق مواجهات، مع أن هناك يعني حركة للمواطنين في بعض الأحياء التي تقع في الخرطوم، وكذلك أيضا رصدنا حالة نزوح من الخرطوم، وهذا أيضا ربما أن الهدنة مقارنة مع الهدن السابقة، على الرغم من أن هناك كانت اشتباكات في جنوب الخرطوم وأيضا في مواقع مختلفة وأصوات الرصاص مستمرة، لكن منذ أن بدأت الهدن أو الحرب
وأعلنت عن هدن لم تحدد المسارات للمنظمات وللأطباء الذين ظلوا يشكون من صعوبة الوصول إلى المستشفيات وصعوبة عملية الإجلاء، خاصة وأننا تابعنا بيانات كثيرة للصليب الأحمر الذين يتحدثون عن أن لم يعني تكون هناك ممرات إنسانية في خلال هذه الهدن أو خلال هذه الحرب، وهذا أيضا أمر يعيق عملية الإجلاء القتلى والجرحى ويعيق عملية تقديم الرعاية الطبية للمرضى الذين يتواجدون في المستشفيات، خصوصا وأن معظم المستشفيات التي تتواجد في الخرطوم هي تقع في منطقة عمليات ومناطق ملتهبة يصعب الوصول إليها، وبالتالي تحد من تقديم الخدمات وتصعب من عملية الوصول إلى هذه المستشفيات، وبالتالي نتوقع إذا ما استمرت هذه الأوضاع بهذه الوتيرة أن تزداد الأوضاع سوءا، خصوصا وأن هناك إفرازات كبيرة بسبب هذه الحرب، حيث ما تزال هناك أحياء كبيرة غابت عنها المياه وكذلك الكهرباء. وبعض شهود العيان تحدثوا إلي عن أن في منطقة جبرة اليوم هو اليوم 11 تغيب فيه الكهرباء عن هذه المنطقة، وبالتالي الأوضاع صعبة للغاية والحياة شبه متوقفة والمراكز التجارية أيضا شبه مشلولة، وهناك صعوبة في الوصول إلى المراكز التجارية بسبب الاضطرابات التي تحدث من حين لآخر. وأيضا إذا ما استمرت هذه الأوضاع نتوقع أن تزداد الأوضاع صعوبة في هذه أو في الساعات القادمة أو في الأيام القادمة، وخصوصا وأن الهدنة قاربت أو الساعة من السادسة من يوم غد ستنتهي، وبالتالي نتوقع أن تكون هناك مواجهات قوية كما حدثت في الهدنة السابقة، حيث كانت هناك مواجهات في كل أطراف البلاد وفي كل مواقع وفي كل منطقة وفي كل شارع في الخرطوم كانت هناك مواجهات قوية، ونتوقع منذ السادسة من يوم غد أن تكون المواجهات صعبة للغاية، خصوصا وأن الدعم السريع لم تلتزم بالهدن، وبالتالي الجيش السوداني يكون قد يعني جهز أو استعد لتنفيذ خطته المقبلة، والتي ظل يتحدث عن أنه يتخذ يعني يقوم بعملية خطط موضوعة من جانب الجنرالات التي تتواجد في قيادة الجيش، وبالتالي الآن هو يتعامل بسياسة النفس الطويل، خصوصا وأنه يسيطر على كل المواقع في البلاد، لكن اللافت للأمر أن عناصر الدعم السريع تتواجد في الشوارع الرئيسية وفي مواقع وفي وهذه الصورة في الخرطوم. محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك جزيلا.